اعتماد نموذج كوريا الجنوبية لقياس مدى تطبيق إجراءات مكافحة الفساد، ذلك ما عملت عليه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. إجراء يأتي قبيل رفع التقرير السنوي لرئيس الجمهورية، والذي يضم قياس ما وصلت إليه المؤسسات العمومية في محاربة الظاهرة. للوقاية من الفساد ومكافحته أجرت عقدا مع وكالة مكافحة الفساد بكوريا، جمهورية كوريا، من أجل اعتماد أداة ونموذج لقياس مدى إعمال وتنفيذ إجراءات مكافحة الفساد على مستوى الجزائر كتجربة. التجربة الكورية الآن اعتمدت كممارسة فضلة لدى وكالة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسول، الذي هو مختص في هذا المجال. تقرير 2020 سيقدم، يعني من الأيام الآن راهو في النشر وفي الطبع، سيقدم إلى رئيس الجمهورية. مكافحة الفساد أحد مقومات النهوض بالاقتصاد الوطني، مما يستوجب توفير أدوات تقنية للوصول إلى نتائج مرضية ميدانيا. لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي بدون مكافحة الفساد، نؤكد على ذلك. كل الدول التي نجحت في إقلاع اقتصادي تحكمت وقضت على الرشوة وعلى الفساد. لمكافحة الفساد يجب توفر أدوات تقنية، إذن هذه مبادرة للحصول على أدوات تقنية، على مقاربات، على منهجيات متعددة لتجسيد وتحقيق فعلي لمكافحة الفساد. جهود حثيثة تبذلها الجزائر لمكافحة الفساد في مختلف الهيئات والإدارات، ليبقى دور المجتمع المدني محوريا في المساعدة على محاربة الظاهرة.